كل العراقيين عشنا في قهر نمثل الحياة الحلوة وإنه إحنا طموحين ونحب الحياة، لكن داخلنا مدمر. رحمة رياض تروي أحداث طفولتها: كنت رجل وينادونني بعلي. طفولتك كيف كانت؟ طفولتي صعبة. سلسلة من الاعترافات أطلقتها الفنانة العراقية رحمة رياض كانت كفيلة بأن تحدث ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كشفت عن أحداث هامة في حياتها للمرة الأولى عبر برنامج أي بي توكس مع الإعلام الإماراتي أنس بوخش، وأزالت رحمة الستار عن أسرار حياتها الشخصية لأول مرة، منها عن طفولتها قائلة إنها لم تكن طفولة جيدة بالنسبة لها. عيب تطلعين بالليل، عيب تسوين هيجي، عيب أنت بنية، عيب. أكرهها هاي كلمة أنت بنية، عيب. كنت أنا الرجل، كان اسمي علي على فكرة. وتحدثت رحمة بصراحة ووضوح كبيرين منذ بداية الحلقة، وتابعت رحمة مشيرة إلى أن المكان الذي كانت تقطن به كان الناس ينادونها بعلي، وكانوا يعتبرونها من فئة الرجال، كما عانت من العنف المنزلي والتمييز، حيث أن أي شيء كانت تريد القيام به كان يرفض بحجة أنها فتاة ولا يجب على الفتاة القيام بالكثير من الأشياء، ما دفعها للبكاء على الهواء متأثرة، حيث أنها لم تستطع أن تخفي آثار الألم الذي عانته في طفولتها. هاي الدنيا هواي أخذت مني عزيزي أنس، هواي أخذت أبويا وأخذت أخويا وأخذت عزيز قلبي خالي، أخذتهم. ماكو بيت بالعراق ما عنده شهيد، ما عنده أحد راح غدر وقتل وظلم.